الذي ما عمره يشقى من عاش بالقرآن من ذاق آيته لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 41 بعد 300. نتناول آيات من سورة النور. يقول تعالى وهو يعلمنا أداب الاستئذان: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي الاحتلام البلوغ يعني، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. لازم نعلم ولادنا إزاي يستأذنوا، إزاي قبل ما الولد يخش على أوضة والده والدته وأخته يخبط، محدش يخش هجوم كده. ده بالمناسبة محدش يهجم حتى لا على مراته ولا زوجة على زوجها، ولا ما ينفعش الهجوم يعني. حتى وأنا طالع من على السلم ما ينفعش، وانا طالع من على السلم كده اطلع بالراحه وبعدين افتح بالراحه وبعدين امشي على 30 صوابع من الداخل بخ. ده ما يرتش ربنا حضرتك. ده المفروض ان انت طالع عامل جلبه سلام عليكم وبيسلم على الناس اللي في العماره وبيخبط على البيت وانا معايا المفتاح وبيخبط، هو ده عامل جلبه كده. اللي بيعمل حاجه غلط يستتر، واللي بيتفرج على التلفزيون يقفله، واللي بيتفرج على واللي بيلعب في اللاب يبطل، يعني لازم استعدادات. ولا يشوفوك داخل كده وعادي يعني، احنا بقى بنعمل الغلط واللي في اعلى مبخيلك اركبه، ما ينفعش. يبقى لازم تعمل نفسك هيبه كده، يعني انا بقول لكل راجل اعمل نفسك هيبه، وما ينفعش حد يمشي بالراحه كده وتترصص كده وتفاجئ بينه على راسك. وبعدين الاستئذان كمان يبقى استئذان بادب، يعني التخبيط كده. ها؟ يعني مره مش عارف يعني كان بعض الناس جه عشان يخبط عليا وانا في العياده فعمل كده. فلما دخلت له تعالى ايه انت ايه بوليس؟ انت جاي تقبض عليا؟ انت لما تيجي تخبط تخبط بادب، تعمل كده خفيف، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ففي ناس كده والعياذ بالله ايديها تقيله، فلما تيجي تخبط تستاذن بادب. زي واحد يجي داس على الجرس، هو المفروض الاستئذان سلاسا، يبقى انا بدوس واركن شويه وبعدين ادوس واركن شويه، لكن ادوس على الجرس على طول انت عندك تخلف عقلي. فالاستئذان مهم جدا وله اداب لازم ناكدها. والقواعد من النساء، وتحدثنا عن النساء التي بلغنا يعني من السن وليس لهم في النكاح وليس لهم في الجماع. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، انها تشيل هدومها وتبقى قاعده بنص كم ولا بربع كم، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، يعني ما يكونش فيها زينه. هل في نساء فيها زينه وهي كبيره في السن؟ للاسف شفنا بعض السيدات فوق الستين وفيها شهوه وفيها زينة أكتر من بنات في العشرينات، فكل واحدة تقدر المسألة يعني حسب سنها. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. نأتي بقى لآيات أصحاب الأعذار. الأعمى يستأذن ولا ما يستأذنش؟ ونستتر من الأعمى ولا ما نستترش؟ إزاي الكلام ده؟ قال تعالى في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. في الاستئذان، طب إزاي يعني؟ ليه ربنا رفع عن دول الحرج في القتال ورفع عنهم الحرج في الاستئذان؟ في القتال ربنا قال ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج، ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعرج حرج، ان دول ما لهمش قتال، لا المريض ولا الاعمى ولا الاعرج. لكن هنا قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج ولا على المريض، يبقى هو هنا في عله. طب العله دي قد تنكشف معها عوره؟ قد. طيب الأعمى مش شايف العورة، لا عورته ولا عورة الآخرين، بس احنا لازم نساعده يعني نقول له لا ده في حاجة اتكشفت نغطيها أو ما يصح. أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام دخل ابن أم مكتوم على رسول الله وعنده بعض نساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبنا استترنا. فقالت واحدة يا رسول الله إنه أعمى، إنه أعمى. فقال هو أعمى أفعميان أنتما؟ انتوا عمي. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا ما نقدرش نبحبح وناخد في عادتنا والراحه والبحبحه ونقلع وفي راجل قاعد حتى ولو كان اعمى. ليه؟ لانه المراه لو قعدت براحتها قوي ومعطره ممكن تفلت منها كلمه كذا، لابسه كذا، يعني دايما اللبس مع العطر مع الصوت مع كذا دي بتبقى منظومه. لكن لو راجل دخل اعمى مش اعمى كذا كذا احتجبنا، يا اما تقعدي بحجاب كان الراجل مفتح وزياده شويه، يا اما تتفضلي بعد اذن حضرتك. يبقى مهم جدا جدا انه احكام الاعمى دي مش على الاطلاق ولا حاجه، يعني زي ما نقول الاخ والاب والعم والجد وكده. ها في واحد راح يزور مرات ابنه وابنه مش موجود، فمرات ابنه ما رضيتش تدخله يعني قالت انا لوحدي وكده، فراح يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال له انا الحمو.
قال له الحمو الموت ما ينفعش، اما يبقى ابنك موجود يبقى روح. يعني مهم جدا جدا انا ابقى عارف امتى اروح لابني وامتى ما اروحش لابني، حتى ابني الا اذا كان رجل عجوز خالص خالص بقى واعمى واعرج وحرج وما فيهوش حرج خالص كده، يعني ما فيهوش شهوه خالص خلاص. فمهم جدا احنا عارفين، لانه مره واحد راح يخبط على بيت اخوه مش موجود، فمراته قالت له هو لسه متجوز جديد، يعني مراته لسه صغيره، فقالت له هو مش موجود ان شاء الله بيجي الساعه كذا. فطبعا رجع البلد تاني وعملها له بقى معياره وبتاعه، وانا رحت ومرات اخويا ما رضيش يدخلني. سبحان الله، لما يكون اخوك عنده عيال كبيره، يعني مرات اخوك ست كبيره فوق الخمسين وعيال اخوك في العشرينات والثلاثينات، واستقبلوك اهلا يا عمي اهلا يا عمي، لكن دي عروسه صغيره وقاعده لوحدها، ما ينفعش حضرتك تقعد لوحدها انت وهي لوحدكم ما ينفعش. فمهم جدا احنا عارفين ليس على الاعمى حرج، خلي بالك ازاي اذا مشى في مكان فيه عورات وهو مش شايف، لكن المفروض ان نحتجب نحن. طيب، ولا على الاعرج حرج، اعرج ده مريض وبيعرج، يعني عرض مرضي سواء عنده مايوباسي عنده ضعف في العضلات عنده كسر عنده كذا، يعني ممكن يعفى من الحرج شويه اذا انكشف انه عوره او غيره. ولا على المريض حرج، ساعات بقى المريض بيبقى نايم وممكن تنكشف عورته، بياخد حقنه بيغير بكذا بكذا، فربنا خفف عنه الايه الاعراض شويه. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا، ده بقى مش بس عورات، لا أن تأكلوا. نأكل منين؟ من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ممكن أكل في بيت أبوي، أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمهاتكم، ممكن يكون أبويا له بيت وأمي لها بيت أكل هنا وأكل هنا، أو بيوت إخوانكم رحت بيت أخويا كلت وأخويا موجود، أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، الناس دي كلها ممكن نأكل مع بعض. أيوة، أو ما ملكتم مفاتحة، وفي واحد صديقي له فيلا أو شاليه أو كذا وقال لي المفتاح هو تفضل مدام هو أذن لي أنا ملكت مفاتحة، أو صديقكم. طيب، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. في سؤال اتسأل الإمام مالك، هل تأكل المرأة مع رجل غير زوجها؟ قال إذا كان مما يأكل معه زوجها، يعني أخوها وأبوها وجوزها، ممكن نعمل اجتماع وناكل، أيوة إذا كان فيه محارم. لكن امرأة بتأكل مع واحد تاني هما لوحدهم، الخلوة أصلا مش مظبوطة، يعني إن هو لوحده هو وهو لوحده ده مش صحيح أصلا. لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظها القرآن، يعني هو بيحفظها القرآن هم لوحدهم، لا. فلذلك ربنا يقول ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مع بعض جماعة أو أشتاتا أو متفرقين، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. بس قبل ما نقرب من بعض، السلام عليكم والسلام تحية الإسلام. طيب، يقول تعالى بالنسبة للاستئذان بقى، في استئذان من نوع آخر. شوف، استئذان قبل ما تاخد حاجة أخوك، قبل ما تاخد اللبس بتاعه، قبل ما تاخد فلوسه، استئذان قبل ما تاخد مرتب مراتك، قبل ما تاخد حاجة من جوزك، استئذان. ما ينفعش أفتش جوزي، ما ينفعش أفتش مراتي، ما ينفعش. الاستئذان. في استئذان تاني؟ أيوة، فعش أخش على حد هو نايم كده ولا ما استأذن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. المفروض بقى لما نبقى مع بعض في أمر جامع ما حدش يتسرب كده وكده إلا بإذن. يعني ايه؟ يعني قلنا يا جماعه هنعمل اجتماع مثلا للعماره للشاغلين، مثلا عماره، وعندنا مواسير ضربه وسباكه واسانسير ضايع، وعندنا شقق بتتحرق، وعندنا شقق بتتسرق، وعندنا مشاكل، عايزين نقعد نحل مشاكلنا. اذا اجتمعنا على امر جامع مفيش واحد يتسرب يمين ويتسرب شمال، والاخ تلاقي واحد واحد. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله اذا كانوا معه على امر جامع، كنتم مجتمعين على امر، لم يذهبوا حتى يستاذنوه، مش كلنا هنسيبه ونمشي. الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تستهزئوش بدعوة النبي. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللي عمالين يهربوا من النبي يمين وشمال، اللي عمالين يهربوا من الحق يمين وشمال، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. اللي بيخالف أمر ربنا وأمر النبي ممكن يموت على الكفر، ما تستهزئش بآيات الله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم ما عملوا الله بكل شيء عليه. انتهينا إن شاء الله من سورة النور، ونبدأ إن شاء الله في سورة الفرقان. شكرا لحسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سعد من يرقى بحلاوة الإيمان، ما عمره يشقى من عاش بالقرآن، من ذاق آيته.